السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابي الأعزاء. اليوم إن شاء الله سنبدأ في ليكتشر 8، المحاضرة الثامنة من كتاب أب أن أوي ليفل 4، المستوى الرابع، بيج 16. درس اليوم Progressive and Non-Progressive Verbs، الأفعال التي تأتي في صيغة الاستمرارية والأفعال التي لا توضع في صيغة الاستمرارية. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن Non-Progressive Verbs، الأفعال التي لا نضعها في صيغة المضارع المستمر أو لا تأتي في صيغة الاستمرارية، أي لا نضيف للفعل ING، وهي أفعال الشعور والحواس والفهم والإدراك كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. واليوم إن شاء الله سنقوم بإعطاء أمثلة مقارنة بين الأفعال البروغرسيف المقصود بها الفعل التي يأتي في صيغة الاستمرارية أي الذي يضاف له ING، والنون بروغرسيف أي الفعل الذي لا يأتي في صيغة الاستمرارية. لدينا مزيد من الأمثلة الموضحة بالصور. نمبر 1، جيمي لايكس بيسبول، جيمي يحب لعبة البيسبول أو رياضة البيسبول. نلاحظ أن فعل لايك نون بروغرسيف كما ذكرنا من قبل، وضع في صيغة المضارع البسيط likes. في الصورة المقابلة، he is playing baseball now، هو يلعب رياضة البيسبول الآن. verb play يلعب، progressive أي يضاف له ing، وضع في صيغة المضارع المستمر لأنه يعبر عن شيء يحدث في الوقت الحالي. number 2، Kerry needs a new tennis racket، كيري تحتاج مضرب تنس جديد. verb need non-progressive أي لا يوضع في صيغة الاستمرارية، وضع في صيغة المضارع البسيط، أضفنا له اس لأن كيري مفرد. في الصورة المقابلة، she is buying a new tennis racket now، هي تشتري مضرب تنس جديد الآن. verb buy بمعنى يشتري، progressive أي يضاف له ing، وضع في صيغة الاستمرارية لوصف شيء يحدث في هذه اللحظة. number 3، the food smells delicious، الطعام رائحته شهية. verb smells وضع في صيغة المضارع البسيط لأنه non progressive. في الصورة المقابلة، they are eating the food now، هم يأكلون الطعام الحين. verb eat وضع في صيغة المضارع المستمر أي أضفنا للفعل ing لأنه progressive أي يوضع في صيغة الاستمرارية ويعبر عن شيء يحدث في هذه اللحظة. number 4، me understands English، me تفهم اللغة الإنجليزية. verb understand وضع في صيغة المضارع البسيط لأنه non progressive لا يوضع في صيغة الاستمرارية، أضفنا للفعل is لأن me مفرد. في الصورة المقابلة، she is speaking English now، هي تتحدث الإنجليزية الآن. verb speak وضع في صيغة المضارع المستمر لأنه progressive أي يعبر عن شيء يحدث في هذه اللحظة، وأضفنا للفعل ing. ننتقل إلى page 17 review، هنقوم بوضع الأفعال في صيغة المضارع البسيط إذا كانت non-progressive أو المضارع المستمر إذا كانت progressive. number 1، verb do بمعنى يفعل، مجابة، he is doing his homework now، هو يقوم بعمل واجبه الآن. verb do بمعنى يفعل، وضع في صيغة المضارع المستمر لأنه progressive. number 2، verb like بمعنى يحب، من ضمن أفعال الشعور والحواس، non-progressive كما ذكرنا من قبل. sunny likes ice cream، هنكتب في الفراغ likes بمعنى يحب، هنضع للverb is لأنه non-progressive. number 3، verb practice بمعنى يتدرب أو يمارس، me practices is practicing the violin now، me تتدرب على آلة الكمان الآن، هنضع في صيغة المضارع المستمر لأنه progressive، يبقى نكتب في الفراغ is practicing، is practicing. number 4، verb play بمعنى يلعب، they are playing soccer now، هم يلعبون كرة القدم الآن، هنكتب في الفراغ are playing بمعنى يلعبون، لأن verb play progressive أي يوضع في صيغة الاستمرارية. number 5، understand، verb understand بمعنى يفهم، non progressive لا يوضع في صيغة الاستمرارية، نكتب في الفراغ carry understands French، نكتب في الفراغ
understands. هنضيف للفعل اس ونضعه في صيغة المضارع البسيط لأنه non progressive من ضمن أفعال الحواس والشعور والفهم والإدراك. Number 6 verb love بمعنى يحب non progressive لا يوضع في صيغة الاستمرارية. هنكتب في الفراغ loves الجملة me loves cats me تحب القطط. هنكتب loves هنضيف له اس في صيغة المضارع البسيط. Number 7 verb wash بمعنى يغسل progressive أي يوضع في صيغة الاستمرارية. Mr. Lee is washing his car now. سيد لي يغسل سيارته الآن. هنكتب في الفراغ is washing في صيغة المضارع المستمر. هنكتب is ونضيف للفعل ing لأن verb wash progressive أي يوضع في صيغة الاستمرارية. Number 8 verb see بمعنى يرى. Rhonda sees a butterfly. Butterfly بمعنى فراشة. وverb see من ضمن أفعال الفهم والشعور والحواس non progressive لا يوضع في صيغة المضارع المستمر. هنكتب في الفراغ sees بمعنى ترى. see هنضيف لها s لأن روندا مفرد. في هذه المحاضرة تحدثنا عن الفرق بين البروجرسيف الأفعال التي توضع في صيغة الاستمرارية والنون بروجرسيف الأفعال التي لا توضع في صيغة الاستمرارية أو لا نضع للفعل ING. انتهت محاضرة اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.